ومرحبا اصدقائي، اليوم رجعت لكم في فلوق جديد. معاكم انا مريم من قناة ارتستيك فاميلي، واليوم راح اخذكم جولة في معرض لوحة لم تكتمل بمشاركة فريق ارت دوز، فاستمتعوا. اسم لوحتي البرده دايرة السيارة، معناها الكنز اللي حطيته في اللغة الإسبانية. هيجيبها لك فلوس ومجوهرات سيارات وإلى آخره، كل واحد يقيس على حسب. بس بعد اللي صار في سوريا وتركيا خلانا نستشعر النعمة اللي غافلين عنها وهي الموضوع. يعني فاهمة فكرة إن احنا نطلع الصباح نروح الدوامات، الطبيعة عندنا بيت، أهلنا موجودين، عندنا مكان ننام فيه. خلانا نستشعر صديقنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال تكون آمنة في سربي معاها في جسدي عنده قوت يومي، وكأنما خيطت له الدنيا بحذافيري. فما أبغى أي شخص المعرض يروح يقول لي راسي ينام إذا أنا ما عندي حاجة، لأن عندك الدنيا كلها بس تستشعر وقت ربنا. كيف حالكم أول حاجة متابعين مريم؟ اسمع، كل واحد فينا عنده جانب ضعف فيه صح، بس ما حد فينا يقدر يطلع هذا الجانب. دائما لما يكون عندي جانب ضعف انا احاول اخبيه صح، بس انا هذه المره قررت اني انا اطلع لجمهوري لمتابعيني الناس اللي يدعموني. دائما بيقولوا لي مرام انت قويه، مرام انت ما قد شفناكي زعلانه، مرام انت دائما مبسوطه. قررت اطلع لهم جانب الضعف. لما قلبي عمر شاركي في المعرض، مرام ايش اللي ناقصك؟ جلست افكر، مسكت اللوحه، مرام ايش ناقصك؟ ناقصني ظهر. ناقصني ظهر، انا ابوي توفى الله يعني. لما جيت ارسم قعدت اقول ابغى ارسم واحده ما عندها ظهر، ما ابغى الون الظهر. يحكي يتكلم عن قوة الجذب من الفكرة. هذه القوة بشكل عام أنا أؤمن فيها وقاعد أطبقها في حياتي. أي حاجة حلوة نحن نحتاجها في الحياة نقدر نجيبها عن طريق هذه القوة الكاملة اللي هو التواصل ما بين العقل الباطن والمحيط الخارجي. نظرة المرأة إلى الأعلى نظرة تفاؤل، في شعاع خفيف هنا فيها تمني وتفاؤل
في ظل خفيف هنا إذا وضح معاه التفسير، هذا هو العقل الباطن أو القوة الكامنة الموجودة اللي قاعدة تمد الفتاة لأي حاجة هي تتمناها. فاختصارها دائما التفاؤل بالخير يجلب الخير. هذا بالمختصر. يحط شكل زي ما يغير في عزوه، فرسالة ثانية البيت خليك على طبعي، خليك على زي ما خليك الكرم في الأخير. الناس حتخالف في جوهر كنتي شمال أسلوبك الحلو، ما حيدور الوضعية ولا تلجأي إنك أنتي تلجأ لعملات على شمال بس عشان يعني تجمي نفسي قدام المظهر قدام الناس، تفكر في موضوع الناس وما تفكر في روحي. وبكده انتهت جولتنا في معرض لوحة لم تكتمل، والصراحة المعرض كان جدا جميل، والصراحة فكرة المعرض جدا جميلة. تخليكم تسألوا نفسكم ايش الشيء اللي ناقصكم، ايش الشيء اللي تحتاجوه عشان تقدروا تكملوا نفسكم، ونفس الوقت تخليكم تستشعروا كل النعم اللي عندكم وتحمدوا ربكم دائما عليها. وانتهت هنا جولتنا، واتمنى تكونوا استمتعتوا في هذا الفلوق السريع وشفتوا اعمال جدا جميلة وعجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، ومع السلامة.